هني بالاجواء اللي يعني كاني بالاجواء، وسمعنا صوت يعني صار يضربني بالرشاشات ويضربني قزاي في المروحيات، او شوفت عينك طلي. سمعت واحد كانه لهجته عراقيه او سعوديه، عبي الا يعني عبي الاغلب عبي يوجه لست يعني الحكي. هاي الاصوات يعني صرنا فتره ما سمعناها، واهالي المخيم شعروا بالخوف الشديد لانه هاي الاصوات رجعتنا لقبل النزوح،